تفكر كي دور ما بدك تتابع لموضوع ترسيم الحدود. شو بدك اذا عندك شيء كيف رسموا الحدود البحريه؟ كيف رسموها؟ بالسلاح ولا بالمفاوضات اللي لحديت هلا؟ مفاوضات مع توازن ردع. ما جابوا توازن ردع، ليه ما جابوا الاتفاقيه على مجلس النواب داخليك؟ يا خلينا ننتقل لموضوع ثاني. النواب بتسالوا هي شغلتكم، مفاوضينكم نحن. سالنا ما جابوها. نحن مفاوضينكم، مش نحن بننتخب نواب ليفاوضوا عنا. بدك رئيس كمان. هون الطامة الكبرى، هلا بنشوف. خلينا نروح على بكركي. يلا. صوب بكركي، شو عم بيصير بكركي؟ اليوم في اجتماعات صارت تمهيدية، أعلن بعدين صارت علنية ولكن غير مخروقة. خلينا نقول، أنا دايما بقول أنه فادي كرم رجل المهمات الصعبة، يعني وين في عرقلات دكتور سمير جعجع بيكلف فادي كرم. العلاقة مع التيار الوطني الحر بيتكفلها، بياخدها بصدره فادي كرم. موضوع بكركي، بس المشكلة أنه عم تجيك الضربات من فريقك مش من فريق خصم. يعني لا 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 سمر، بتعرفي شو جوهر هذه الورقة؟ على صعيد القوات نحن كل واحد بياخد مهمات معينة، ما في كلنا عنا مهمات صعبة ومهمات عادية، يعني ما أنا محصورة بحدا، كل واحد بياخد دور اللي بياخده بفترة معينة. لقلك شغلة، إيه صحيح، بس في مهمات بدها فدائيين أوقات، يعني التيار الوطني الحر يعني بدك تعمل عملية انغماسية بالتيار الوطني الحر، فيك تقلع. لا بتعرفي قناعات، أكيد بنشتغل على القناعات وبنحكي بمنطق، وإذا المنطق بيجيب نتيجة بيكون كتير منيح، وإذا ما جيب نتيجة بدنا نشوف مين ما اشتغل المنطق اللي بيجيب سلام. وبعدين علاقات الشعوب مع بعضها هي بتشتغل هيك بالطريقة قناعات. أوكي، خليني أقول لك شغلة. إيه شو صار؟ بدك تسألي سؤال ولا إيه؟ لا بدي أعرف شو عقد ما يسمح إنه يقال. أنا بعرف إنه في رولز وفي تحفظات، في شيء يسرب وفي شيء غير ممكن تسريبه، بس يعني قد ما فينا بدنا نمشي بين النقاط، لأنه تسرب كتير لهذه الوثيقة. صحيح. تهمته كقوات لبنانية إنكم سربته أبدا للتخريب. هلا بخبرك تخريب شو. لا لا. قيل انه كان في نوع من اللوم صار بالاجتماع، انه ما لازم يظهر شيء لبرا قبل ما تنضج الافكار بشكل سليم، لانه كان في عمليه طبيعي. خلينا نقول تعديل طبيعي. على الوثيقه الاساسيه يلي صارت، ولعب هون فادي كرم بعد عصف صار قبل الاجتماع، سواء كان باستوديو الجديد مع ريشار كيومجيان مع علي الوزير قبل الاجتماع، والكلام يلي نقال ويلي ترك انطباعات سلبية خلينا نقول عند الناس. شو اللي صار؟ لا ليك سمر، حتى ما نحطها انه بلشت من عند ريشار كيومجيان. لا ما بلش، بلشت قبل. ايه بلشت قبل. هلا بدك تشوفي مين بلشها قبل، لانه هي بلشت قبل مش مسؤولين سياسيين. هي بلشت تسريبات سوشيال ميديا ووسائل الاعلام. ايه سوشيال ميديا ووسائل الاعلام وناس يعني ما بتعرفي مين، يعني كيف انعطيت هالمعلومات وكذا وتسربت. وانا بعرف انه في اطراف ما كانت حتى موجوده على الطاوله بتسرب، لانه الوثيقه ما كانت سريه بمعنى انها سريه. هي في هي اعطاها المترامبو نجم او لجنته ووزعها على عده اطراف، في منه ما شاركوا على الطاوله، فهني كمان بيقدروا يسربوا هالمعلومات. وكلمه من هون وقصه من هون، صار كل طرف من الاطراف اللي قاعدين على الطاوله يعتبر انه الطرف الثاني ربما متقصده او كذا، يصير في ردات فعل. انا كنت ضد هالردات الفعل الحقيقه، وانا ما صدر عني شيء ابدا، لانه انا يعني ضد ردات الفعل. انت دورت زوايا ولملمت. لأقول لك شغله، لانه ما بدي السطحيات تاثر على الاساس. يعني ما اعتبره ريشار كيومجيان لب المشكل ولب الموضوع يلي هو عمليه نزع سلاح حزب الله، انت اعتبرته سطحي؟ لا لا بس على المنطق، لا نحدد النقطه يعني. لا لا بالعكس، وعندك كامل الاحترام لزميلي ورفيقي ريشار كيومجيان، لانه معروف انه طلب اساسي عندكم هذا. لا ما انا ما عم بحكي على النقطه اللي عم بيناقشها، انت عم تسالي هو عم بيناقشي. صحيح. بس انا عم بحكي على اللي طلع بالاعلام، مش من ريشار، من غير من وسائل اعلاميه، انه قال هيك وردوا هيك وما بعرف شو كذا. هذا صار تسريب مش محله. هذا شو حقيقه ما حصل؟ انتبه، مش دقيق يعني، مش دقيق يعني. كل انا قريتها كلها واجتني كلها، واجاني من الاطراف الثانيه يبعثوا لي وانا سحبت كذا، منه دقيق. صار انه فلان قال كذا وفلان رد عليه وكذا، مش مزبوط.
ومنه دقيق. نعم. هلا شو لما بتسالي على الاعلام انه طلع ريشار ولا غير ريشار، حكيوا حكيوا رايهم بنقطه معينه. هلا لا شك انه شو سر يعني سر موضوع السلاح يعني الخلافات يعني على موضوع السر السلاح موضوع يعني خلاف. لما بيكون وزير وهو رئيس سر. علاقات خارجيه بالقوات اللبنانيه بيعمل موقف من هالنوع ما فيك تقلي حكي رايه سمر. لما بيقول ما في ولا اي اتفاق مسيحي او اجتماع مسيحي ببكركي او برات بكركي سمع. ممكن ان ينجح دون ان الكل اللي بدهم يقعدوا على الطاوله يتعهدوا بنزع سلاح حزب الله سمر. رايه برجع بجاوبك في اراء هي اراء القوات اللبنانيه، نحن بنعتبر هيدي مساله اساسيه طبعا، يعني مثل ما طرح زميلي ريشار هي اساسيه بس طبعا. مش هيك لانه احنا بنعتبر انه ايه هي مشكله البلد اليوم سلاح الدويلة يعني مش السلاح كقطعة سلاح الدويلة بمشروعها طبعا هيدا بس هلا هيدي شيء وهذا رأينا والنقاشات اللي بتصير بين عدة أطراف على طاولة واحدة في منه متخاصمين منه متنافسين ممتاز. بيكون شو صار ببكركي مختلف بس تقلك سمر وأنا مش رح أقلك شو صار ببكركي لا اللي يعني فيك تقول الجو العام يعني ما عم نحكي هلا رح أحكي بالجو العام سمر وقت اللي بنقعد مع بعضنا أكيد كل واحد بيطرح وجهة نظره يعني بكل النقاط انا بقول لك في كتير امور متفقين عليها وفي ايجابيه كتير بالموضوع حتى ايجابيه بالنقاش اوكي هلا قلت لك خليني افصل التسريبات ورديت الفعل حطها على جنب هيدي لها علاقه بالاعلام وانا لم ادخل فيها وقلت ما بدي فوت فيها لانه هيدي هي اللي منا اساس انا عم بحكي بس المواضيع هي اساس اوكي واكيد موضوع السلاح هو الاساس الاساس طبيعي فهون صار نقاشات فعلا نقاشات عميقة وجدية وراحت أبعد من ما كان بالسابق أنه كيف هي بدها حلول وكيف بدها الأمور هلأ أنا ما رح أحكي عن تفاصيل الأمور تفاصيل النقاط لأنه بس عود لهذا البند ما هيك لا هي كل الوثيقة تعدلت إيه؟ بس إيه البند طبعًا المتعلق بالسلاح عدل إيه بس ما في شيء نهائي بعد تبقى يعني بعدنا عم نتشاور وعم نتحاور وصار عدة جلستين جامعين وفي جلسات قبل الموضوع هو مبلش من 4 أشهر تقريبا سمر وكان كل طرف وقت أطلقوا أطلق المطران أبي نجم والفريق وقت أطلقوا التشاور مع الأطراف وكل هذا الأمر كانت بداية نواة هذا الشيء 100% وكان كل أطراف عم يعطي رأيه وكذا تتبلورت الوثيقة وتناقلت بين الجميع بس ما كان كتير يعني في أطراف كمان ما كانت معتبرها أنه كتير جدية القصة أو رح توصل لنهاية أو لمحل بس بعدين بالشهر الماضي بيّنت أنه لا فعلا جدية الورقة يلي قدمتها القوات اللبنانية لبكركي هي جزء من هذه الوثيقة دخلت إلى متن هذه الوثيقة كتير في كتير منهم نقاط مشتركة نقاط مشتركة وانتبه إجوا على أوراق غير أطراف نفس النقاط وتقريبا فوتوكات أكيد تلتقي النقاط أو على الأقل إلا ما تلاقي بالطروحات نقاط مشتركة كتير يعني. كتير أمور مشتركة إيه وما حدا ضد مفهوم اللي عم نحكي بموضوع السلاح مش قصة انه خلاف بالعمق هي بقى انه كيف لازم تتعالج هالمسألة